تمرين تمرين إجابة على أسئلة المعرفة حول حقيبة تدريبية. هذا التمرين يعتبر من أهم التمارين في بناء وجمع المعلومات عن حقيبة تدريبية. كما تلاحظ الزملاء ما شاء الله الآن فرشة عمل لجمع معلومات عن حقائب تدريبية. لاحظوا كل مجموعة ما شاء الله يدرون في رسوماتهم تحديد معلومات عن حقائب تدريبية. ما شاء الله مجموعات ما شاء الله نقاش كبير وحوار كبير. وعندنا واحد مجموعة ما شاء الله هنا متميزة أيضا. مجموعات هنا ما شاء الله شغل رائع ما شاء الله وتميز كبير. النقاشات يمينا بين المجموعة ما شاء الله تبارك الله. أيضا هنا مجموعات أيضا متميزة عندنا عمل رائع جدا بين المجموعات. يا سلام هنا عندنا أيضا مجموعة. يا سلام نعم مفاتيح المعرفة. نعم كل واحد يكتب غير مشكلة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هنا شغل جميل ما شاء الله مجموعة رائعة ما شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الشغل الحلو ده. يا سلام ايش اسم مجموعتكم ما شاء الله؟ مجموعة عشان كده الكايزن شغل حلو. يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله. وهذا جناح المجموعة ما شاء الله تبارك شغل رائع جدا من المجموعة ما شاء الله وتفاعل كبير جدا. يا سلام يا سلام يا سلام على مجموعة الكايزن. يا سلام يا سلام. السلام. كل مجموعة يبدعون عن طريقتهم جمع هذه الأسئلة. تعتبر أسئلة هامة جدا في بناء حقيبة تدريبية. هذا أهم. هذا كيف التقييم أنت يا أبو حبيبي؟ التقييم حقك وين؟ كل مجموعة كما تلاحظون عندهم الآن ورشة عمل فعالة. الكل يشتغل في عمل.